مشاهدينا متتبعينا على القناة الوطنية الأولى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاجتماعي عيون على الواقع. تتواصل جولتنا في الولايات التونسية، وإحنا اليوم موجودين في ولاية سليانة، زوز معتمديات نزوروهم، معتمدية بعرادة ومعتمدية سيدي برويز، زوز وضعيات اجتماعية نسلط عليهم الضوء من خلال الخدمة الاجتماعية، ناخذ عليهم فكرة في مقتطفات من حوارنا معهم. تفضلوا. كانت يعني الظروف ما هيش يعني كابسه، صعيبه عليك، لغه اوضح صعيبه، اي يعني ما كنتش نتصور اني يعني باش نوصل نعملوا مشروع متكامل نتاع النحل، يعني نتاع الزعتر عندي مراعي الطرفه ديجا، يعني عندنا الوالده هذايا فيها برشا طرفه، وعندنا توا بريسك يعني حكايه 20 يوم اخرى ان شاء الله يبدا حاضر، يعني تبدا في ازهار الزعتر في البذور. الحمد لله وقفوا معايا يرحم والديهم، وديجا يعني وبديت ديجا في يعني نقولوا النواة الأولى يعني نتاع المشروع نتاعي. ما تبكيش عاد بنية ناجحة. الحق فكرتني ماما خايب برشا والله. حلمت بمشروع؟ حلمت به ملي أنا عمري 20 سنة. الحلمة الجاية إن شاء الله إني نوصل نعمل دار أمي وبابا. إن شاء الله. هذه الحلمه اللي جايه، معناتها الحلمه الاولى المشروع، الحلمه اللي من بعد ان شاء الله دار، نمولوا لك مشروع كامل. علاش تحلم في حلمه صغيره؟ احلم حلمه كبيره. كانت البدايه فرحت بطبيعه، حسيت معناها الباب الجنه هكا تحلي معناها. من وسط مدينه سليانة تنقلنا الى معتمديه سيدي برويس، وضعيه اجتماعيه استدعت ان نزوروا المنطقه. ماهر مواطن تونسي كان يعاني من الضياع وخاصة عدم الاستقرار، تبدلت الوضعية بفضل الخدمة الاجتماعية وبفضل التمكين الاقتصادي. اليوم ماهر صاحب مشروع لتربية النحل، أكثر تفاصيل في الروبرتاج. الزيارة الأولى كانت للوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسيدي برويس من ولاية سليانة، تبعنا ثنية أخذتنا لرئيسة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمنطقة السيدة أمل النفوتي، واللي معاها تعرفنا على الوضعية اللي تبشر فيها وتحاول تفتح لها السبل السوية للاستقرار المادي والمعنوي. حكينا في خصوصية عملها والتمشي المتبع مع وضعيتها. مدام أمل نفوتي رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسيدي برويس، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالفريق العامل معاك، شرفتونا في معتمدية سيدي برويس والوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي. بارك الله فيك. به قبل ما نبدأ نحكيه على الوضعية اللي باش نحكيه عليها اليوم ونزوروها إن شاء الله بعد شوية، خلينا ساعة نقدم الوحدة، قديش من مواطن تحت الإحاطة والمتابعة بتاعكم؟ معتمدية سيدي برويس تضم ما يزيد عن 12,000 ساكن، نخدمه في الوحدة المحلية زوز أخصائيين، تقسيم نتاعنا يمكن العمادات هو زميلي عنده 3 عمادات أكبر شوية، معناها التعداد السكاني ما يقارب حكاية 7,000 ساكن والباقي عندي أنا. هو الأخصائي الاجتماعي في العادة معناتها في قانون الأخصائي الاجتماعي قداش من حالة يلزم يتابع في نقولوا احنا في الماكسيموم في الأقصى؟ ماكسيموم 6,000 ساكن. يعني لكن احنا نواجه صعوبة إني أنا عندي معناها رئيس وحدة ومكلف معناها بثلاثة عمادات. هذا يثقل الاخصائي الاجتماعي في الاداء نتاعو. اي ثم صعوبات شويه ونحاولوا احنا نتجاوزوها، كان ثم انتدابات جديده بقدره ربي. اي احنا ماذا بينا خاطر احنا تو حسب جولتنا في الولايات شفنا بالحق اللي ثم شكون عندهم اخصائي اجتماعي واحد مثلا
وقديش من عماده معناتها تحت الاحاطه نتاعهم. احنا ماذا بينا هذه على نوعيه الخدمه الاجتماعيه باش تقدم افضل للمواطن التونسي. اكيد عندنا نقص معناها حاصل هو في الاخصائيين الاجتماعيين، وان شاء الله كيف ما امكانيه علاش لا ماذا بينا. احنا تحيه كبيره للسلك نتاعكم، على خاطر بالحق ساعات تلقى واحد مطلع بمهمه زوز وثلاثه اخصائيين لكن قاعدين يؤديوا رغم هذا في خدمتهم. خلينا نمشيو تويكا للوضعيه، بطاقة الوضعية الماهر اليوم اللي باش نحكيو عليه، أعطينا بطاقة هوية. باهي، ماهر مليتي مواليد سنة 80، شاب أعزب يعيش في منطقة ريفية، يتيم الأبوين، يشكو مرض مزمن اللي هو السكري، يحتاج معناها هو اللي مداخيل أكثر من هكاكا اللي موجودة حاليا متوفرة. وضعيته الاجتماعية في عائلة، في عائلته خارج العائلة؟ هو في العادة يسكن وحده بحكم اللي هو ما يحبش معناها يمشي يتنقل برشا الأقارب، ويحس روحه اللي هكاكا معناها هو يتيم الأم والأب الزوج زي ما بعضهم. يمشي يتنقل الأقارب اللي هي أقرب واحدة اللي خالته معناها اللي طوها هو اللي بحذاها معناها. الوضعية النفسية بتاع ماهر بما أنه إنسان فاقد للسند العائلي كيف جاكم؟ ماهر أنا تعرفت عليها منتفع هو بالمنحة القارة من 2012. للفترة هذيك أنا ما زلت مانيش نخدم، بعد معناها أنا بشرت الخدمة 2014 في إطار برنامج الأمان، معناها باش نتعرفوا على الوضعية ذي والمام الوضعية متاعو الكل وجمع المعطيات. عرفت اللي هو معناها عنده السكري، تقدم قبل بملف طبي ولحد الآن معناها موجود يستعمل في الأدوية الأنسولين، يستحق معناها إحاطة وكل شيء. بعد جاء حب سمع بالبرنامج نتاع التمكين الاقتصادي، مي ما عندوش كل الفكرة الكافية معناها كيفاش باش يكون معناها. اتصل بي وبقينا معناها في مرحلة أولى، حكينا نعطيته لمحة معناها بسط على البرنامج، لأنه هو المواطن ساعات يبدأ عنده خلط. أي هو ربما صادم للمواطن لكن هي صدمة إيجابية. أي بالنسبة ماشي في باله باش يبعث مشروع، يعرف كان قرض، يعرف كان البنوك اللي تحصل على قرض وبعدين ثم صعوبة كيفاش تمويل ذاتي لكن كي أنا فسرت له معناها التمكين معناها هذا معناها بعث مشروع، لكن هي عبارة من منحة معناها من الوزارة نتاعنا في مكون المشروع مش هو يتم تركيز. والحاجة الباهية أنه في الفترة هذيك من 2012 هو عمل تكوين معناها في اختصاص تربية النحل، وهذه الحاجة اللي الباهية معناها اللي هو بشي نجم يعمل المشروع في الاختصاص متاعه. الحقيقة كانت له معناها فرحة اللي هو كون الإنسان بشي يخو بشي يركز معناها مشروع، لأنه بشي يعول على ذاته بشي يخلق مورد رزقار خاص بيه، ما عادش بشي يعمل على المساعدة ولا أعطيني ولا معناها حاجة، يحس اللي هو ذاك حاجة كان يحلم بها هو وتحقق الطموح متاعه. ربما المشاريع هذه مش حل الماهر بركة، ربما ماهر ينجم يعني مستقبلا بما أنه طب حديثا يعني المشروع تركز، لكن مستقبلا ماهر ينجم يخدم ناس أخرين، مع نجم عائلات أخرى ربما حتى معهم زي يعني تنتفع من المشروع متاع. أكيد هو بش يكون فرصة معناها لخلق حتى موارد كما حكي هو قال نجم نخدم حتى آخر معايا معناها من العائلة ولا من المحيط، شباب المحيط متاعنا معناها والكل. هذه معناها فرصة بيه هو اللي راها، هذه فرصة عمره بالنسبة لي هو. شنو اللي رتوه في ماهر وشجعكم تعطيوه المشروع؟ ماهر أول اللي ما حكيت معه أول حاجة هو قلت لك معناها هو الإصرار متاعه أنه باش يحب ياخذ معناها تحسك الجدية متاعه. إنسان كي تحكي معاه في البرنامج وفهم معناها كيفاش ومتغدوة ديريكتومون معناها جاك وحضر الوثائق متاعه واتصل بالمزود كيفاش اللي باش يعطيه معناها المكونات متاع المشروع وكيف. حسيت اللي لمست فيها كل الجدية الإصرار واللي هذيك الحاجة اللي باش تكون نجح المشروع بصفة، لأنه أول حاجة زاد هو عنده خبرة معناها في الميدان هذا. شكون المواطن اللي ما ينجمش يدفع بالتمكين الاقتصادي رغم أنه تتوفر فيه الشروط نتاع عائلة معزة ولا الشروط هذيك، شكون اللي ينجم يجي يقعد قدامكم ياخوش المشروع؟ كي تحس تحكي معاه لأنه يقول لك شنو تقترح عليا، هو فكرة المشروع لازم تكون من الحريف
تكون فكرة نابعة منه هو شنو اللي باش ينجم معناها، وخاصة يزم يكون عنده تكوين في المجال هذاك. أما الأغلبية كلها تهرب للموارد الرزق نتاع تربية الماشية، واللي هو هاك تشوف معناها في خاصة في الأعوام هذه ما يشجعت معناها تراجع شوية، ما يشجعش على تركيز المشاريع هذيك، ينجم غدوة ياخذهم بعدين ما يمشيش ما ينجحش معاه يرجع لك طالب مساعدة أخرى واللي هو. لكن أنا كأخصائي اجتماعي ننتقي الوضعيات هذه، نركز عليها ونلوج عليها معناها صراحة. يبدأ إنسان عنده تكوين في مجال ما، زيد أنت تشجعه، هو ما عندوش الآليات اللي باش تخليه باش ياخذ معناها باش يمشي للجهات أخرى باش ياخذ قروض ولا اللي هو، تناديله تقترح عليه، وكان عنده معناه هو زادة تحس فيها الرغبة وهذيك الجدية تمشي معاه وتوضح لنا ونعمله على ربي ونخلو. أنا عديت معناها مشاريع أخرى ما زالت بصدد معناها الإنجاز، ولكن هو نعتبر اللي هو نموذج معناها المشروع هذا. مدام أميل، كل مشروع يلزمه دراسة جدوى، شكون اللي يعمل عندكم انتوما دراسة الجدوى للمشروع هذا باش نضمنوا النجاح نتاعو والنجاعة؟ دراسة الجدوى تتم بيننا وبين الحريف، بحكم احنا زاد عندنا فكرة أولوي على المحيط اللي يعيش فيه اللي باش ينتفع بالمشروع، انه قادر المحيط هذاك معناها باش ينجح المشروع معناها ثم نقولوا احنا عناصر النجاح متوفرة معناها حسب الإقبال على المنتوج، وخاصة الإقبال على المنتوج نتاع النحل وما تابعوا معناها حبوب اللقاح والشمع معناها اللي هي عندها إقبال من طلب معناها اللي هو فيها. احنا توا باش نمشيو بحذا ماهر باش نشوفوا مين مركز المشروع نتاعو، قلت لنا اللي هو في منطقه جميله وفرصه نبارك له على المشروع، تبارك له الوطنيه الاولى على المشروع. نزيدو نحكيو مع اكثر ونزيدو نشوفوا سير المتابعه نتاعك، خاصه انه المشروع مازال حديث العهد. اي تفضلوا نمشيو. هي المنطقة التريشة، لكن انبهارنا بجمال المنطقة وخصوبة الأرض ما نسناش إن ماشيين نعاين وضعية ماهر الأعزب اللي فقد في وقت معين كل خصب في حياته، الأب، الأم، العائلة والصحة، بما أنه مصاب بمرض السكري. لكن ظهور الخدمة الاجتماعية في حياة ماهر وحصوله على مشروع في تربية النحل في الاختصاص اللي هو يتقنه خلى الحياة بدأت تتبدل وتعدل معاه. احنا توا موجودين في منطقة التريشة بالمعتمدية سيدي برويس في موجود مشروع ماهر. ماهر اهلا وسهلا ومرحبا بك. مع السلامة ومرحبا بكم. صح حوالك؟ الحمد لله. يعطيك الصحة الساعة اللي جرتك، انت جينا لها البلاصة المزيانة مرحبا بك، الهدوء التام والطبيعة والريحة البنينة. مرحبا بكم. يا عايشك ربي فضلك. ماهر خليني نرجع معاك الظروف قبل ما تبعث المشروع هذا. انت الأم والبو توفوا. اي توفوا الله يرحمهم. وقعدت تعيش وحدك. اي بقيت وحدي ديجا. اي وفي العيشة وحدك شو كنت تعمل؟ كيفاش كنت تعيش؟ والله يعني كانت يعني الظروف ما هيش يعني كابسة صعيبة باللغة أوضح صعيبة يعني. اللي جاء المشروع هذايا نتاع الاعتماد هذايا نتاع تربية النحل، خليني نرجع ساعة. أنت عملت فورماسيون، عملت تكوين في تربية النحل. أي عملت تكوين على نيسكولير في تربية النحل. يعني كان حلمتك أنك تحل مشروع؟ أي كان عندي حلم مشروع متكامل نتاع تربية النحل. ديجا هو النحل كان عندي غرام أبار يعني ما يكون يعني كمشروع قار. يعني انت تحب الميدان مغروم بالنحل يعني قبل يعني ما يكون يعني قبل ما نحطه حتى كمشروع. كي اتصلت بالوحده المحليه للنهوض الاجتماعي في سيدي برويس من الاول بالكل،
كانش نهار يجي في بالك انت تجي نهار تولي عندك مشروع من جرة الوحدة؟ للأمانة ما حطيتهاش في بالي اني باش نوصل لها للبيتار ديال العجل. كي تجي تشوف انت تجي تعمل العجل عمل دراسة مشروع ونلقى يعني يتكلف برشا يعني وصلت حل لترونت ميل يعني وصلت 30 مليون يعني قيمة المشروع يعني صعيب ياسر يعني باش تلقى يعني إدارة ولا بنكة ولا هنية باش توصل تمولك في 30 مليون في شنو هو يقول لك مثلا مشروع نحل مثلا تجي ويقول له مشروع نحل يقول لك شنو الضامن اللي عندي هي أهمني يعني ما كنتش نتصور يعني باش نوصل نعملوا مشروع متكامل نتاع نحل. وكان يجي على بالك انه فما هيبه باش تتعطى بالمبلغ هذا ما ترجع منها حتى دورو؟ ما كنتش نتوقع الحكايه هذه باش تصير فهمني. للي اتصلوا بيا واتصلت بيا اختها مدام عبال ناقوتي يرحم والدها وقالت لي راهو ثم اعتماد قايمين به جا قدم دراسه المشروع نتاعك شيء قدمت والحمد لله توفقنا في ان نحل الحمد لله الحمد لله وقفوا معايا يرحم والديهم وديجا يعني وبديت ديجا في يعني نقولوا النواه الاولى يعني نتاع المشروع نتاعي. بين البارح واليوم كيفاش ترى الدنيا وليت؟ والله ثم تغيرات بالطبيعه ثم تغيرات يعني ثم امل في المستقبل ثم 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 يعني ثم طريق يبان لك تو يعني ما كانش يعني حاجه نقولوا نحن يعني ضبابيه يعني ثم تو ولا طريق يعني باين لي باش يعني واحد ينجم يعني يسطر على 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 سنين يعني قدام على سنين القدام يعني. شنو باش يعمل فهمني هذاك علاش تو يعني يبان لك يعني كل شيء متوفر عندك تنجم واحد يعني يسطر المشروع نتاعو. انت المشروع نتاعك وين متركز توا؟ توا حاليا مركزه في منطقه التريشه معتمدين سيدي بوريس ولا سيدي بوريس. شكون من عائلتك؟ اي بحدا شكون من عائلتي ديجا هنا عندنا مرأة تعزات. وشكون تحيه العائله ولا ما احنا يبدا سند. اكيد اكيد عندي عمتي ربي يفضلها لي. ربي يفضلها اي. عمي ديجا ركزت حاليا هنا هو لاجل مازال قلت لك نواه جديده ركزت هنا على مراعي نتاع الزعتر عندي مراعي طرفه ديجا هاني عندنا الوالده دايه فيها برشا طرفه وعندنا توا بريسك يعني حكايه 20 يوم اخرى ان شاء الله يبدا حاضر يعني تبدا في ازهار الزعتر في البزوق. ايه معناتها على قريب عندنا عسل بنين ان شاء الله وطبيعي. ان شاء الله من منطقه تريشه ان شاء الله منطقه تريشه عسل الزعتر. يعطيك الصحة باهر وحابين نباركوا لك على المشروع. عايشك يبارك فيك عايشك وان شاء الله أمو الناس نجيو ناخذوا العسل من عندك. مرحبا مرحبا بكم في أي وقت. يا عايشك ربي يفضلك. عايشك ربي يفضلك. رغم بعد المكان وتواجد مشروع ماهر في منطقة ريفية بعيدة إلا أنه هذا ما يمنعش الأخصائية الاجتماعية ورئيسة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي في صلب عملها إنها تتابع تطورات مشروع ماهر وتتمان على سير حياته مع الوضعية الجديدة. عسلامة ماهر شنو أحوالك لاباس عليك؟ الحمد لله. أول فرصة هذه جينا باش نباركوا لك ساعة بالمشروع إن شاء الله مبروك عليك وهذه أول زيارة متابعة بعد المشروع نتاعك والحمد لله معناها تو هكا اللي حبيت عليها إن شاء الله إن شاء الله سيوصلني الوالد هكا هو إحنا تو توكل على ربي وحبيت نسألك معناها أنت تو بعد ما حضرت شيك شنو اللي محضر باش كيفاش تسوق المشروع نتاعك؟ توا حاليا مازال توا نحضر في المشروع مازال كبدا جديد هو يعني توا نحضر فيه مشروع كامل ان شاء الله العام الجاي يبدا في الانتاجيه نتاعو او ميم طون هاو انه انا نحضر زاد للتسويق نتاعي سواء نجم نعمل سبونسورينغ لي باج عندي ديجا كليونات يخدم مع العجلين ديجا كنت مربي نحل قبل وكانوا عندي كليونات هي في برشا بلايص زاد هما يعملوا لي بيبليسيتي وحاليا مازلت كي استقر المشروع باش للعام الجاي ان شاء الله تبدا في الانتاجيه نتاعو.
بداية من الأول ومن بعدين بشوية بشوية وين يبدأ الإنتاج متاعه وأنت وحدك تنجم تحاول معناها تلوج هكا من عمرنا تنجم حتى طريقتك معناها هي حاليا أنا مركز ديجا يعني على المنتوج الرئيسي نتاع نحل يعني حاليا مركز كان على العسل إن شاء الله زاد العام الجاي تبدأ إنتاج نتاع حاجات أخرى نتاع بولين نتاع جيلي رويال بون ثم البروبوليس زاد إن شاء الله فهمني ونطوروا شوي شوي من بعد نجم حتى نوصلوا للإنتاجين نتاع سم النحل يعني ما نركزوش بركتين على العسل أما كبداية هاوين ونبدأ بالعسل ومن بعد الأخرين يجوا باريتاب وإن شاء الله زيادة حتى بعد عام ثم إمكانية بتعمل تدعموك معناها وشنو اللي الحاجات هكا اللي تبدأ ناقصة ابتداء من بعد عام معناها وكل وإن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طب قديمة عندنا إشكاليات في المراعي أي مسيلش عندنا بلايس مراعي باهية كل شيء مثلا موجود عندنا في الجبال ثم موجود عندنا في الغابات تلقى عندنا من ثم ساعة إشكاليات مع إدارة الغابات مثلا دي تقول لك لا ما تحطش نحلك لأن ما سيت انتردي باش تحط نحلك لأن بورتو يعني أنها يعني مثلا تكون هي ثروة غابية ثروة زاد مرعى باهي نتاع نحل يعني واحد ينجم يستفاد منه لكن توصل مثلا اداره الغابات تمنعك عليه واحنا في زيارات متابعه معناها تورينا بون قدام كل شيء لكن ثم هكا صعوبات نجم نتجاوزوها مع بعضنا ننسقوا مع اداره الغابات ولا نشوفوا معناها حلول نجم نتجاوزوا بها الصعوبات هذيك ما فماش حتى مشكل تلقى صعوبه ايجا بحذايا غادي للاداره ونحكوا ونحاولوا نذلوا الصعوبات هذيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وربي يوفقك ان شاء الله مشكوره عايز من ربوع سيدي برويس تنقلنا إلى ربوع بعرادة في نمشينا للوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي قدمونا وضعية رحاب شابة تونسية تعيش في عائلة معوزة البوم ريض والعائلة محتاجة رحاب تقف على ساقيها باش تهز العائلة الكل رحاب كانت عندها طلب قدمت للوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببعرادة وطلبت أنها تحل مشروع حلاقة بما أنها حاصلة على الدبلوم أكثر تفاصيل من خلال الزيارة في ربوع سريانة المعطاء كملنا جولتنا لكن عطائها ما طالش إحدى بناتها بمعتمديات بعرادة وهي رحاب اللي ولات حريفة للخدمة الاجتماعية نتيجة وضعية هشة من جميع النواحي رحاب اليوم تتمتع بمشروع في الحلاقة بعد تأطير من طرف الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية بالمعتمدية اليوم بحذيك باش نتعرفوا على وضعية باش تحكينا أنت الحيثية والتفاصيل وشنو الخطوات اللي خذيتوها معام لكن قبل هذه خلينا نتعرفوا على الوحدة قداش من عمادة أنتم تحت الوحدة هذه معتمدية بعرادة تضم 6 عمادات بعرادة افتيس انشير رومان طرف الشناس سيدي عبد النور والحواس 6 عمادات قداش من أخصائي اجتماعي يهتموا بهم عندنا 3 أخصائيات اجتماعيات ورئيس وحدة متفرغ للعمل الإداري تحصلوا روحكم تكفيوا مع انت متطلبات الناس اللي موجوده هوني والمواطنين والله حاليا بارابور معناها العدد السكان بمعتمديه بعراده يعتبر معناها لبوا الحاجيات المطلوبه سي مختار لو كانت قدمنا الوضعيه اللي باش نسلطوا عليها الضوء اليوم بالنسبه للمنتفعه رحاب بنت محمد صغير بن خليفه الهمامي انتفع به ببرنامج الامان الاجتماعي اللي هو في جزئي المنحه والعلاج المجاني سنه 2011 نظرا للوضع الصحي نتاعو انه اصيب بجلطه ومصاريف العلاج والتداوي معناها تتطلب نفقات يعجز على توفيرها لذلك مكناها من المنحة والعلاج المجاني وفي سنة 2023 اتصلت بنا المنتفعة بطبيعة الحال لرحاب وعبرت عن استعدادها لبعث مشروع للحساب الخاص في إطار برنامج التمكين الاقتصادي على اعتباره أنها تملك شهادة في الحلاقة كانت في وضع بطالة هي في الوقت في وضع بطالة
والعائلة ما عندهاش حد آخر تنجم تعمل عليه بخلاف رحاب. بخلاف رحاب ما عندهاش حتى مورد رزق آخر أو ممتلكات تذكر. أيوة. معناها يعتمدوا أساسا على المنحة فقط. اللي هي ما تكفيش لمتطلبات العائلة. ما تكفيش معناها متطلب العائلة، وخاصة معناها الوضع الصحي يتطلب نفقات تعجز العائلة على توفيرها. رحاب سمعت ببرنامج التمكين الاقتصادي، وقت اللي جاتكم كانت عندها الفكرة واضحة شو معناتها الفرق بين التمكين الاقتصادي كهيبة وقرض، خاطر كانت فما برشا خلط بالنسبة للناس. صحيح الخلط موجود، لكن هي معناها عارفة وقارية المنشور. أيوة. وفهمت وذكرناها احنا بمقتضيات المنشور عدد 5 متاع السيد وزير الشؤون الاجتماعية والشروط الانتفاع بهذا البرنامج، وقمنا بتأطيرها وتأهيلها، وحلنا الملف على المصالح المختصة على قسم النهوض الاجتماعي اللي بدوره أحال على اللجنة الجهوية، وتمتعت ب 23,000 دينار لفتح محل حلاقة تجميل. يظهر لي حاجة إيجابية أنه وقت يجيكم المواطن يجيكم فاهم روحه شنو يحب، معناتها رحاب جات بفكرة واضحة، يظهر لي أسهل من أنه يجيك مواطن مازال مش فاهم روحه شنو باش يعمل. بالنسبة لنا نحن يجونا الصنفين، يجينا اللي مش فاهم ويجينا اللي فاهم. بالنسبة للرحاب فاهمة ومستوعبة درسها وعارفة كل شيء، فهمتني ولا لا، وما كانتش معناش صعوبة في التعامل معها، وبالتالي تمكنت من الحصول على القرض وحلت، فهمتني ولا لا. على الهيبة هوش قرض هو الهيبة. صحيح. الهيبة من وزارة الشؤون الاجتماعية، فهمتني ولا لا، وحاول تصبت وحلت وتخدم وناجحة تبارك الله عليها. قديش عمره مشروعها؟ مشروع سنة 2023 تو بريسك، معناها سنة 8 شهور. اي، وانتم قاعدين تعملوا في زيارات ميدانيه الرحاب في اتصال دوري بها؟ بطبيعه الحال احنا في اطار البرنامج التمكين الاقتصادي مطالبين باعداد تقارير ثلاثيه وسنويه. واحنا بما اننا نخدم لهنا احنا ديما في اطار الزيارات الميدانيه، احنا عملنا ميداني الاتصال بالمواطن للاطلاع على حقيقه اوضاعه، ديما هنا نعملوا دورنا نتفقدوهم، فهمتني ولا لا، وديما على اتصال بهم وندلوا لهم الصعوبات مع المصالح الاخرى. المدعاة انه رحاب كانت تحصل على المشروع هذا انه عائلتها عائله معوزه ومحتاجه انه رحاب تقف معاهم، هل انه وضعيه العائله ككل ماشيه وتتحسن اليوم نجموا تطمنوا عليهم؟ بالنسبه للوضعيه رحاب الهمامي احنا مطمئنين على المشروع ومطمئنين على العائله نتاعها. أيوة. على اعتبار ان رحاب جديه برشا والمشروع عنده جدوى، ومكان الانتصاب كذلك نتاعها، فهمتني ولا لا، ما فيش عدد كبير من نفس الاختصاص، وبالتالي احنا متوقعين انها باش تنجح وهي ناجحه بحول الله. باهي، احنا عندنا زياره بحدا رحاب باش نمشيو بحذاها للمشروع نحكيو معها اكثر، نباركوا لها كما كل المواطنين اللي حلوا مشاريع في اطار التمكين الاقتصادي، ونشوفوا سير المتابعه نتاعكم ليها الميدانيه كيف تكون. في ختمه حوارنا نحب نتوجه بالشكر الجزيل لزملائي الاخصائيات الاجتماعيات اللي عاملين معايا في الوحده لهنا على الروح النضاليه نتاعهم وعلى استعدادهم للعمل خارج اوقات العمل وفي اوقات العمل، وكذلك على الروح الوئام اللي موجوده في الوحده لهنا جو اسري في الوحده لهنا، نخدموا اسبري دو جروب وهذاك هو سر النجاح. ونتوجه بالشكر كذلك للوزارة الشؤون الاجتماعية اللي حريصة على تنفيذ هذا البرنامج وعلى تمكين العائلات المعوزة من موارد مادية أخرى، على اعتبار وأنه المنحة للأمان الاجتماعي 240 دينار لا تفي بالحاجة لمتطلبات الحياة، علما وأنه الظروف الاقتصادية الصعبة رأت من الأجدر وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعمل برنامج التمكين الاقتصادي لتدعيم الموارد المادية للعائلات المعوزة. شكرا ليك. احنا تبيك باش نتنقلوا بحدا رحاب باش نمشيو نشوفوا المشروع نتاعها، نحكيوا معها اكثر، نشوفوا على الابواب اللي تفتحت لها وابواب الامل خاصه في المستقبل. بارك الله فيك اختنا دي، ومرحبا بيك ومرحبا بالفريق العامل معك.
رحاب رغم صغر سنها عانت برشا، حاولت تقف مع عائلتها وبوها المريض بكل ما تملك من قوة. عاشت لحظات صعيبة واليوم الوضع تغير عندها وبذرة الأمل بدأت تؤتي أكلها. رحاب شنو أحوالك؟ الحمد لله. الوالد لاباس؟ الحمد لله. تعب شوية؟ الحمد لله لاباس. قاعد يتحسن؟ قاعد يتحسن بالتريتمون اللي قاعد ياخذ فيه وإن شاء الله لاباس. إن شاء الله لاباس، أمن عليه برشا. عايشك عايشك. كله برنرجع لنا على الواقع يحييك، نقول لك شفت بنية ناجحة كيما رحاب. عايشك عايش أختي عايش. باهي، قولي رحاب قداش ترتيبك في العائلة؟ أنا الكبيرة في خواتي. أنت أكبر وحدة، مسؤولية يظهر. بالطبيعة مسؤولية وحدي، معيش أخت، معايا زوز أولاد. إي، تخمم على عائلتك خاطر الوضعية المادية مش هي؟ بالطبيعة أكثر حاجة خمم على بابا وأمي، أكثر عباد معناها. شنو التضحيات اللي تعتبر روحك قدمتهم من أجل عائلتك؟ نزلت ما قدمت حتى شيء، هذه البداية وإن شاء الله نوصل نعوض شوية من البرشا اللي عملوها معايا. لكن أكيد كنت تخمم تحب تنهض بعائلتك. أكيد. كيفاش كنت تخمم؟ خممت بطرق الكل، لأن أول ما بديت نخدم بباري وحدي في الدار، معناه نخدم أدوميسيل، صاحبتي نخدم لها تهير تجيب لي كليونت أخرى، تجيب لي أختها، تجيب لي صاحبتها، هكيك بديت من الأول. حتى تعاون داركم؟ باش نعاون روحي ونعاونهم، خاطر أنا سوفي قمت بمصروفي، أنا سيدي جا عاونت روحي معناه، وعاونتهم هما زيادة، إنهم فما واحد من العيلة نقص الحمل عليهم. فما واحد مشي معناها يخزر الخويا، يخزر الخويا الاخر، ما عادش باش يخزروا لي كان ليا انا. اي ما عادش عبء على عائلتك. هكاك بديت هكاك. اصعب اللحظات اللي عاشتهم رحاب كي شفت بوك مريض، وقتاش معناتها خفت؟ اصعب نهار، نهار اللي بابا تزلط فيه، ما نحبش حتى نتفكر. لطف علي. والله. اي اخيب نهار في حياتي. البوس ند. بقول كل شيء. ربي يفضل ان شاء الله. تبكيش عادة بنية ناجحة. خلينا في الفرحة رحاب، دموعك غاليين أكيد، والحمد لله اليوم قادرة إنك تقف مع عائلتك. بالطبيعة إن شاء الله. وهزيت لهم ريوسهم. الحمد لله. به أنت مرحلة التأسيس إنك عملت دبلوم. إيه. حضرت. ديت دبلوم من الأول. أنا مغرومة بها الحكاية، من الخدمة متاع الاستيتيك والكوافير مغرومة بها ملي أنا صغيرة، كنت كل صيف نعديها مع حجامة غرام. أيه. ونرجع نقرا على روحي، عملت الباك نتاعي ما نجحتش، ربي ما سهلش، مشيت عملت فورماسيون عامي في حاجور، بعديك زدت عام اخر في ايكول سام في باردو، وانطلقت عاد نخدم على روحي. وقتها زي حلمت بمشروع؟ حلمت به ملي انا عمري 20 سنه. وكنت تتوقع انه باش يجي نهار ويتحقق بسهوله؟ لا، كنت خايفه خاطر ما عنديش معناها شكون باش نتكى، شكون باش يعاونني. بالطبيعه ما فماش معناها، ديما نخمم كيفاش، اما حاسه بيني بروح باش يجي نهار ونعمل، اما كيفاش الله اعلم. كيما زيد هكاك بالطبيعه مشيت. جاي برنامج التمكين الاقتصادي والحمد لله، والحاجه اللي عجبتني انك انت بدرت وعندك فكره ومشيت للوحده وحكيت معاهم. انا كي مشيت انا كيفاه متكي راخده في الدار، وعرضتني ببليكاسيون قريتها، اللي مهبطين معناها في وزارة الشؤون الاجتماعية، اللي نجم الأصحاب اللي عندهم أكرين البيض وإلا الأصفر اللي نجموا يمكنوهم من أنهم يمولوا لهم مشروع والكل. مشيت نسأل على أساس 5 مليون حتى زوز معناها، المهم شوية ماتريال وهو كان نخدم في الدار. يا أخي نشكر سي مختار معناها يرحم والدي بالحق، وقف معايا وهو اللي حطني في الإطار، قال لي لا هزيت الدبلوم نتاعي، قال لي راه تنجم معناها نمولوا لك مشروع كامل، علاش تحلم في حلمه صغيره، احلم حلمه كبيره. كانت البدايه فرحت بطبيعه، حسيت معناها الباب الجنه هكا تحلي معناها، حسيت ما نعرفش كيفاش نفسر لك معناها، اونديري عبد قال لي ساي حلي، وبديت نخدم منها في الوقت هذاك. انا عندي عامين معناها حاله من نهار اللي هزيت حطيت اوراقي انا ساي معناها طمنت وبقيت عايشه على الحلمه هذيك. احكي لي على اللحظه اللي تحل فيها المشروع ورحاب دخلت وحلت بابها وتلقى مشروعها مؤثث. باللي باش نوصف ما نجمش نوصف شويه من برشا حاجات معناها، نشوف امي كيفاش فرحانه، وشفت بابا فرحه، فرحتهم هما الزوز بالدنيا الكل، بعد فرحتي انا كي شفتهم هما اموات تعبهم ما ضاعش. جيرانكم وصحابك وخالتي سورتو، اكثر انسانه تعبت معايا واكثر انسانه ضحات معايا واكثر انسانه وقفت معايا، وبرشا عباد اخرين برشا، اما اكثر انسانه اللي دزتني وخلتني هي خالتي. حتى في ترونسبوري ساعات نوصل ما عنديش فلوس باش نمشي لهم السليانه والا باش نمشي نقد اوراق والا، اللي هي اللي كانت سند بالحق بعد امي وبابا، هي الحقيقه اللي وقفت معايا في كل شيء. سقف احلامك وين؟
ما عندي سقف احلام، ما عندي برشا احلام. مثلا الحلمه الجايه ان شاء الله اني نوصل نعمل دار امي وبابا ان شاء الله. هذه الحلمه اللي جايه، معناتها الحلمه الاولى المشروع. أي. الحلمه اللي من بعد ان شاء الله دار نوصل نحقق هذيك، خاطر حلمه امي الوحيده ترتاح وقتها نتنفس انا، وقتها نجم نولي نخمم في روحي. انا عمري 30 سنه وما نحبش نخمم في روحي، ديما نخمم في امي وبابا. ربي يفضلهم لك، عايش وانت نفتخروا بيك، عايش اختي، وديما نقولوها في عيوننا على الواقع. وين تظهر معنا مراه تظهر مراه سنديده، عايش اختي، تعطي احسن مثال للمراه التونسيه. عايش، شكرا لك. احنا جبنا لك سي مختار معنا باش يدخل بحذاك، قاعد يتابع فيك، فرحان بمشروعك. والله يرحم ويجي هو. وزيد نحب نشكر سي محمود، في وقت من الاوقات ما لقيتش شكون يقف معايا ابار امي وبابا كهو. الحمد لله رب، الحمد لله جابك شكون وقف معاك، الحمد لله، والحلمه نتاعنا تحققت الحمد لله يا رب. شكرا لك ريحه، يعطيك الصحه. ريحه ما زالت تحلم انه مشروعها يكبر وتزيد تكون داعم اكبر لعائلتها، وما زالت قيد المتابعة من طرف رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي لتحقيق أحلامها. أهلا ريحان، شنو أحوالك؟ الحمد لله، لباس العائلة، لباس الوالد، لباس الحمد لله. شنو أحوالك بعد ما بعثت المشروع؟ الحمد لله إن شاء الله ماشية في ثنايا باهية، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. شنو أحوال الوالد؟ الحمد لله، الحالة الصحية نتاعو لاباس، يستعمل في التريتمون نتاعو إن شاء الله لاباس. تحسنت حالته؟ تحسنت بالطبيعة، حتى بالفرحة بالمشروع أنا نفسها ليه تفرحت بالكدا. والعائلة مادية تفرحت بعد المشروع؟ إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله. مازلنا نحن طويكا في البداية، وإن شاء الله اللي جاي خير، وكهم عاملين على ربي، وإن شاء الله ربي مش بشي عنا دعم. إن شاء الله ربي عاملك. آمين. الحرفاء بتاعك عندك انتشار في البلاد؟ والله الحمد لله يا ربي، اللي تدخل تخرج فرحانة، واللي تدخل تعاود تجيب معاها شكون، وان شاء الله عاملين على ربي، وان شاء الله ربي ما يخيبناش. بحول الله مطمنين عليك. الحمد لله. انا في الطريق الصحيح. الحمد لله يا رب. ان شاء الله ربي يعاونك، وان شاء الله نشوفوك في ولايه احسن، وان شاء الله الولايه الصحيه نتاع الولد تتحسن. عايشك يا سي مختار، عايشك. شنو النواقص نتاعك؟ والله ما عنديش برشا نواقص ماتريال الحمد لله، معناها عندي برشا حاجات ناقصني، كليماتيزور، حاجات هكا شويه برودويات ناقصني. أهم حاجة هو إن شاء الله موضوع الكليماتيزير تنظروا فيه في تدعيم المشروع إن شاء الله. إن شاء الله. ونحاول ناخذوا لك اعتماد لاقتناء مكيف. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. عايش في سي مختار، عايش. وضعية اجتماعية اللي حابين نسلطوا عليهم الضوء اليوم في ولاية سريانة، شفناهم نحو بر الأمان بفضل الخدمة الاجتماعية، وبطبيعة بفضل عزيمتهم. هكا وصلنا ختم حصتنا اليوم، نحب نشكر كل الكوادر الأمنية اللي رافقتنا في الحصة نتاعنا لتأميننا، شكر خاص أيضا لكل الكوادر الساهرين على الشؤون الاجتماعية اللي موجودة في سريانة. نتلقاو إن شاء الله في الجمعة القادمة في ولاية أخرى، إلى اللقاء.